مجددا. إذا كانت حرب أكتوبر كانت مصر وسوريا فيها على خط المواجهة، فحقيقة لا يمكن أن ننكرها أي عربي مخلص لقضايا أمته أنه كان من خلف مصر وسوريا تضامن عربي وحشد عربي تجلى في أسمى صوره. هذه الصورة التي نتمنى أو كنا نتمنى أنها تتطور ويعني تتفاعل أكثر وأكثر مع مرور الأيام والزمن وصولا إلى وحدة عربية كاملة متكاملة، إلا أنه تبقى بعض الإشارات التي تنبئ أو تؤكد على أنه هذا الحلم حي في نفوس كل العرب كما أوضحنا في حرب أكتوبر الخليدة، حرب أكتوبر 73. ونحن نحتفل أيضا بهذه الذكرى، ذكرى حرب أكتوبر وهذا النصر المؤزر في تاريخ العرب وتاريخ المسلمين على إسرائيل. على هامش هذه الذكرى نتحدث عن فكرة التضامن العربي ولأي مدى من الممكن أن تصنع المعجزات أو تحقق خطوات ملموسة على طريق الوحدة العربية أو على طريق تحقيق أمال العرب. نرحب بضيفنا الكريم في هذه الفقرة الحورية دكتور عمر الحسن، رئيس مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية بلندن، وهو أيضا سفير الجامعة العربية سابقا في لندن. أهلا بك دكتور عمر. يا مرحبا. برحب بحضرتك يا فندم، دائما ضيفا كريما على قناة النيل الأخضر. دكتور عمر، العالم العربي حدث ولا حرج من التحديات التي يمر بها، وعاصفة شديدة جدا من عناصر إرهابية تحاول خلق هزة بداخل الوطن العربي بشكل عام أو المنطقة العربية بشكل عام. هل هناك وقت أنسب من هذا الوقت لإقامة تضامن عربي حقيقي في مثل هذه الظروف؟ أول شيء نهنئ حقيقة أنفسنا بمناسبة الذكرى تحرير سيناء، ونترحم على شهداء حقيقة الواجب الذين أدوا يعني وقاموا بما يمليه عليهم حقيقة مهنتهم في سبيل تحرير سيناء، عادة سيناء. وكما تفضلت في المقدمة يعني كان تضامن عربي رائع يعني في حرب 73 ووقوف الدول العربية كافة حقيقة خلف مصر. ونتذكر موقف الملك فيصل رحمه الله وكيف قررت دول الخليج أن تقطع النفط عن دول العالم أو عن الدول التي حقيقة تساند إسرائيل أو تقف إلى جانب إسرائيل ولا تؤيد العرب. ومن هنا كان موقف خليجي رائع، موقف عربي بشكل يعني تام، الجزائر، تونس، المغرب، السودان، بحرين، العراق، الجميع حقيقة وقف موقف يعني رجل واحد، ولهذا السبب حققنا النصر. فنهنئ أنفسنا بهالمناسبة هذه اللي رجعت سيناء، ونأمل بعودة باقي الدول باقي الأراضي العربية المحتلة. ومن هنا بقول كان المرحوم السادات عنده نظرة، عنده حقيقة فيجن يعني صعب يعني رؤية، وهذه الرؤية لو اتبعوها الدول العربية فيما بعد بعد تحقيق هذا النصر لعادت حقيقة لنا أرضنا، يعني لأنه منكون تفاوضنا من مركز قوة بعد نصر حققناه بهذه المناسبة. نعود للسؤال فيما يتعلق حقيقة وضعنا الآن، وضع يعني مأساوي، يعني هناك تحديات كبيرة جدا على الساحة العربية وعلى مستوى الوطن العربي ككل. يعني لنرى ماذا يحدث في سوريا، ماذا حدث في العراق، ماذا يحدث في ليبيا، ماذا يحدث في اليمن، ماذا يحدث حقيقة في كل فشل عملية السلام بشكل كامل، الاعتداء على الأقصى بشكل يومي. يعني ما حصل اليوم فقط اليوم 7 يعني شهداء وأكثر من 500 جريح. وطبعا هذه التطاول وهذا التناول الذي تقوم به إسرائيل تقوم به لضعفنا، وليعرفوا أنه نحن غير قادرون حقيقة على أن نرد الصاع صاعين كما كنا حقيقة يعني في السابق. للأسف الشديد العمل العربي المشترك لا يتحرك، سلمنا أمورنا كلنا للناتو لمجلس الأمن، وأصبح الدول الفاعلة في هذه المنطقة هي إسرائيل وإيران وتركيا، ونحن أصبحنا حقيقة ننتظر يعني عطفا من أمريكا وعطفا من روسيا أو عطفا من مجلس الأمن بقرار لا يغني ولا يسمن ولا يغني من جوا.
نأمل أن يكون في هناك يعني أمل كبير أن تعود مصر للريادة، لأن مصر هي حقيقة التي تستطيع أن تقود القاطرة بالاتفاق مع دولة عربية أخرى اللي هي السعودية. يعني يجب أن يكون في هناك توافق وتضامن وفي نفس الوقت تحرك عربي يعني على مستوى يعني المصري سعودي باعتبار مصر السعودية. حديث حضرتك ذو شجون، تحدثت عن دول عظمى بنلجأ إليها في حل مشاكلنا الداخلية، سواء لافتقاد هذا التضامن بالشكل الحقيقي مع اختلاف المعطيات عن ما هو سابق في التاريخ. بدايتك كانت عن حرب أكتوبر وكيف تضامن العرب ونجحوا وحققوا الانتصار في هذه الحرب. هذه المرة بنتحدث عن اتفاقية دفاع مشتركة عربية أو قوة عربية مشتركة، ربما أجلت لمرتين في التوقيع على البروتوكول الخاص بها، على الرغم من الحماسة الشديدة التي خرجت بها هذه القرارات من القمة العربية الأخيرة. لماذا هذا التعطيل ولماذا نلجأ لدول نتحالف معها بشكل أو بآخر لحل مشاكلنا؟ أنا أقول ما لازم مطلقا أن نلجأ إلى دول أخرى ونحل مشاكلنا في البيت العربي. البيت العربي هي الجامعة العربية، هي القمة، القمم العربية، القمة العربية في الاجتماع شرم الشيخ الأخير الذي عقد في مارس اتخذت قرار أن يكون في هناك قوة عربية مشتركة تستطيع أن تتحرك حينما يطلب منها التحرك. وفعلا بدأت يعني، وكان هذا المقترح مقترح هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولاقى قبول وصدى و يعني شيء إيجابي من الدول، من كثير من الدول العربية وفي مقدمتها دول الخليج، في معظم دول الخليج. ولهذا السبب بدأت اجتماعات رؤساء الأركان ووزراء الدفاع في القاهرة على أساس حقيقة ليوجدوا لتفعيل هذا الاتفاق وليوجدوا آلة حقيقة ليتحركوا على أساسها، على ما يظهر أنه في هناك بعض الأمور اللي هي تحتاج إلى توضيح، لأنه قرارات الجامعة قرارات هي بالإجماع. ومن هنا يعني إحنا مطالبتنا أي قرار يجب تعديل الميثاق، والميثاق يتم تعديله بالدول التي توافق على هذه القرارات. يعني لا يجوز أنا أنتظر دولة زي جيبوتي ولا موريتانيا ولا قطر ولا أي دولة أخرى تعترض على قرار من قرارات الجامعة وتعطل القرار. نحترم وجهات النظر لأي دولة في دول الجامعة لا تريد أن تنضم لأي قرار من هذه القرارات، ولكن من يوافق ومن يوافق على هذا القرار ينفذ. ومن هنا أقول لا شك الدعوة صائبة ويجب أن تتم بأقصى سرعة، لأنه الصحيح التحديات كبيرة وخطيرة تنال الجميع. يعني وإذا لم نتضامن يعني كعرب، لأنه كلنا بحاجة لبعض، مصر بحاجة للخليج والخليج بحاجة لمصر والدول العربية كلها بحاجة لمصر. ومن هنا أقول يجب الجميع أن يقف إلى جانب مصر. وطبعا الوقوف إلى مصر، مصر لا تريد مساعدة عسكرية ولا تريد حقيقة، لكن في هناك أوضاع حتمت عليها أن تحتاج لأشقائها. مثلا في الخليج القوة الاقتصادية موجودة عند الخليج، القوة العسكرية موجودة عند مصر، نتضامن ونقف إلى جانب بعض ولا نسمح حقيقة أن يكون في هناك بعض القرارات أو بعض التوجهات التي تؤثر على مصالح أي دولة أخرى من هذه الدول. يعني مواقف مصرية لا تتعارض مع مواقف بعض يعني دول الخليج، ومواقف خليجية لا تتعارض مع موقف مصر وتقف إلى جانب مصر. وفعلا دول الخليج وقفت إلى جانب مصر، ورأينا الاجتماع أو المؤتمر الناجح، المؤتمر القمة حقيقة ومؤتمر الاقتصادي الذي عقد في شرم الشيخ، سواء كان في منتصف شهر 3 أو في أو آخر شهر 3، وفعلا دول الخليج كانت هي يعني تقف ووقفت إلى جانب مصر. مصر نحن بحاجة لمصر. تبقى حقيقة دكتور عمر أنه جماعة الدول العربية هي لسان حال الأمة. يعني إذا كان الأمة العربية أو الدول العربية في حالة قوية أو متعافين بين قوسين، فستكون الجماعة أيضا قوية وعافية، فهي من العرب والعرب من الجماعة، يعني كلاهما في الهم سواء. سأدنك في الخروج إلى فاصل قصير نتابع خلاله موجز لهم وآخر الأنباء، والحديث يتواصل مع حضرتك حول أهم التحديات التي تواجه الأمة العربية وفكرة التضامن والوحدة العربية لمواجهة هذه التحديات. نخرج إلى موجز لهم وآخر الأنباء مع زميل أشرف عبد العاطي، وبعده نتواصل الحوار. We'll be right back.
أنباء الساعة، مرحبا بكم. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي مراسم التوقيع على اتفاقيتين للتعاون مع فرنسا، تشمل الأولى إعلان نوايا بين وزارتي الدفاع المصرية والفرنسية للتعاون في مجالي الأمن والدفاع، وتشمل الاتفاقية الثانية عقد شراء حاملتي مروحيات من طراز مسترال. وقع وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان على إعلان نوايا، كما وقع لواء بحري أركان حرب أحمد خالد رئيس أركان القوات البحرية ورئيس لجنة التعاقد، والسيدة ناتالي سمارنوز نائبة رئيس شركة دي اس ان اس الفرنسية على عقد شراء حاملتي المروحيات مسترال. وقد حضر مراسم التوقيع ايضا رئيس مجلس الوزراء شريف اسماعيل ونظيره الفرنسي مانويل فالس. أعرب رئيس الوزراء شريف إسماعيل عن تقدير مصر لدعم فرنسا في مجال مكافحة الإرهاب، وأشار في الوقت ذاته إلى تنامي العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء مع نظيره الفرنسي مانويل فالس. شددنا خلال الاجتماع مع دولة رئيس وزراء فرنسا على تقدير مصر لما تقدمه فرنسا من دعم للجهود المصرية في مجال مكافحة الإرهاب، وما يصدر عن المؤسسات الرسمية الفرنسية من بيانات لإدانة العمليات الإرهابية في مصر والمنطقة. رحبنا أيضا بالعلاقات العسكرية المتنابية بين البلدين، وآخرها شراء حاملتي الطائرات الفرنسية من طراز مسترال. خلال الاجتماع أيضا أكدنا على الرغبة المشتركة في العمل على دفع التعاون بين البلدين في كافة المجالات إلى أفاق أرحب بما يحقق الخير لصالح شعبي البلدين، بزيادة الاستثمارات الفرنسية من مشروعات في المنطقة الاقتصادية من محور قناة السويس إن شاء الله، والتعاون في العديد من المجالات تشمل الاتصالات والطيران المدني والنقل والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والبترول. وخلال اجتماعه مع نظيره الفرنسي ومجلس الأعمال المصري الفرنسي المشترك، أكد رئيس الوزراء شريف إسماعيل على عمق العلاقات التي تربط بين مصر وفرنسا. وأكد إسماعيل على أن مصر تسعى إلى تعدد مصادر الطاقة لتحقيق مجال أكبر للاستثمار. من جانبه أكد رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس أن مكافحة الفقر وتنمية البنية التحتية وتحقيق النمو الذي تحتاجه مصر يمثل ركيزة الاستقرار في البلاد. كما أكد فالس أن استقرار مصر هو مفتاح استقرار المنطقة بأكملها. استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستعدادات الجارية للاجتماع القادم للجنة الثلاثية لسد النهضة الذي ستدعو مصر لعقده على المستوى الوزاري خلال شهر أكتوبر الحالي. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس مع الدكتور حسام الدين مغازي وزير الموارد المائية والري، حيث تم ايضا استعراض الخطط القومية لتنمية وادارة الموارد المائية المصرية وامكانات المياه الجوفية المتوافرة لري الاراضي التي سيتم استصلاحها في اطار مشروع المليون ونصف المليون فدان. وقد وجه الرئيس باهمية تحديث وتوثيق المعلومات الخاصة بموارد المياه الجوفية في مصر بصفة دورية وتقييم الخزانات الجوفية. كما استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير الكهرباء محمد شاكر ملامح خطط وزارة الكهرباء للعام القادم، والتي تستهدف توفير الكهرباء للمواطنين وضمان انتظام التغذية الكهربائية. وأكد وزير الكهرباء عقب الاجتماع استمرار أعمال الصيانة الدورية بكافة محطات توليد الكهرباء بما يضمن استمرارها في إنتاج الكهرباء بكفاءة عالية، منوها إلى أن الوزارة مستمرة في تنفيذ كافة العقود التي التزمت بها مع كبريات الشركات العالمية في مجال إنتاج الكهرباء، وذلك بما يضمن توفير احتياجات المشروعات الاستثمارية والتنموية التي تدشنها وتنفذها مصر.
استشهد 6 فلسطينيين من بينهم فتى وطفل برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة، وأصيب 4 آخرون بجروح. وفي الضفة الغربية استشهد 3 فلسطينيين من نيران الاحتلال، بينهم 2 في محاولات طعن لمستوطنين في مدينة القدس، بينما استشهد 3 في إطلاق نار خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم شعفاط للاجئين. يأتي هذا في حين أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي على فلسطينيين خرجوا في مسيرة ضد الاحتلال شمال مدينة البيرة قرب مستوطنة بيت أيل. الموجز، والآن عودة لاستكمال برنامج من القاهرة مع الزميلين أحمد عتابي وهبة حسين. كنوا معنا. أهلا بكم مجددا، مجدد التحية لضيفنا الكريم دكتور عمر الحسن رئيس مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية بلندن. أهلا بكم مجددا دكتور عمر. قبل أن ننهي فكرة التضامن العربي والوحدة العربية وتأملات حضرتك حولها، لكي ننطلق في البحث في مجمل التحديات التي تواجه الأمة في هذا التوقيت، بدءا من ملف الإرهاب مرورا بالتمدد النفوذ الإيراني إلى آخر كل هذه القضايا، على هامش فكرة التضامن، هناك كثيرون من المحللين يرون انه مسألة التضامن او الوحدة العربية حاضرة حية قوية في نفوس الشعوب العربية، لكن عندما تصل الى مستوى القادة والزعماء العرب تجد انه يعني الارادة السياسية لتحقيق هذا الحلم وهذه الوحدة غير موجودة على مستوى القادة والزعماء العرب، وكانوا لسان حالهم كل يغني على ليلى. هل هذا صحيح؟ يعني لا أستطيع حقيقة أن أجمع الكل تحت هذا البند. بعضهم يعني وبرضه مش معظمهم، يعني خليني أقول هناك يعني بنرد نعود لأنه الإجماع في الجامعة العربية بيعطل حقيقة أشياء كثيرة جدا. لكن أفهم يعني أنا أسف أنا بقطعك، بس هو المثال صارخ والمقارنة فاضحة، لما تعقد مقارنة ما بيننا وبين الاتحاد الأوروبي تكاد تكون الفكرة أو الحلم بدأ في نفس التوقيت يعني منتصف القرن العشرين تقريبا. أوروبا مضت بخطوات ملموسة رغم أنهم مختلفين عرقيا وإثنيا ودينيا ولغة، في حين أن أنت حلمك لم يخطو قيد أمولة، يعني لم يتحرك. دول اوروبا يعني لا نستطيع ان نقارن انفسنا بالدول الاوروبيه مطلقا او الاتحاد الاوروبي، باعتبار انه هذا الاتحاد يعني يضم دول مؤسسات عندها مؤسسات، احنا ما عندنا مؤسسات يعني بلا استثناء. يعني لما تيجي للدول هذه يعني الاتحاد الاوروبي كمان هو اتحاد شعوب، ولهذا السبب كل قراراته معنيه فيها شعوب الدول الأوروبية، والبرلمان الأوروبي برلمان هناك منتخب، احنا عندنا برلمان عربي معين، ما عندناش برلمانات بالمعنى الحقيقي وبالمعنى الصحيح. إذا وجدنا يعني هناك دول بسيطة فقط اللي عندها برلمانات منتخبة بانتخاب نزيه، سواء كانت الكويت سواء كانت البحرين سواء كانت ما تبقى، ما في حدا حقيقة لغاية الآن، ونأمل أن يكون في هناك. طب الخلل فين يعني حضرتك؟ حقيقة يعني في خلل في الأنظمة، في خلل، وعند الشعوب في خلل، يعني حتى الشعوب العربية نفسها، حتى الشعوب نفسها في خلل، لأنه بالأخير ما طالبت بشكل سلمي وبشكل حقيقي. وفي نفس الوقت الإعلام العربي أصبح حقيقة يميل للأنظمة أكثر بكثير مما يميل حقيقة للشعوب أو لمصلحة الشعوب، يعني سواء كان كإعلام سواء كان كمثقفين سواء كان. للأسف الشديد الجامعة العربية يعني بعد محمود رياض أو الشاذلي القليبي أنا لا أرى أن الجامعة العربية تقوم بواجبها بالشكل المطلوب. يعني الله المرحوم عصمت عبد المجيد جاء حقيقة بعد ما عادت الجامعة من تونس إلى القاهرة، ولكن يعني حاول يعيد البيت العربي ولكن بشكل هادئ، لكن كانت المشاكل لا زالت بسبب يعني الاحتلال الكويت، والكويت والدول الخليج بدأت حقيقة تبتعد قليلا عن العمل العربي المشترك لأنه كانت الأمور لسه ما استوت حقيقة لعودتها. طبعا جاء
عمرو موسى إلى الجامعة العربية، وكنا ننتظر كثيرا حقيقة من عمرو موسى، ما صار، لم يحدث شيء طبعا. والآن الجامعة العربية حقيقة سلمت أمورها، سواء كان لليبيا وما كانش لازم يتم هذا، وسلمت أمورها بالنسبة لسوريا، طردت سوريا من ال من 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 الجامعة، ولهذا ما أوجدت حدا. التسليم بتقصده دكتور عمر بتسليم الملف إلى الأمم المتحدة لحله من خلال المبعوث الأممي؟ هذا كان خطأ كبير بصراحة. لا يجوز أن تتنازل الجامعة عن دورها في حل مشكلة عربية عربية هذه. لا يجوز مطلقا أنه أنا فقط وزير خارجية إحدى الدول يقود العمل العربي المشترك، وصير الاجتماعات في عاصمة أخرى. إحنا بصراحة الجامعة قصرت يعني بواجباتها بما يلزم أن تقوم به، يعني هذا. ولحد الآن حقيقة الجامعة مقصرة. طبعا كان محمود رياض الله يرحمه يعني في العمل كان هو جزء من صناعة القرار، ولا يقبل مطلقا إذا شيء مش مقتنع فيه لا يقبل أن يمر إذا شاف أنه هذا الموضوع. صنع القرار في الجامعة مش بتصنعه الأنظمة العربية نفسها؟ يعني الأمين العام له دور، يعني ليس كما يقال أنه سكرتير، ليس سكرتير. الأمين العام جزء من عملية صنع القرار، له دور حقيقة في إقناع الدول، تجميع الموافقات أو تجميع هذه الإرادة على طبعا الـ 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 العمل العربي المشترك. أنا عملت في الجامعة العربية، وكنا إذا بدنا نتخذ قرار على مستوى مجلس السفراء نمهد لهذا الموضوع من خلال رئيس البعثة ومن خلال بعض الأعضاء الفاعلين في الـ في الـ في, الـ في مجلس السفراء. وقبل ما نعرض أي موضوع حقيقة على المجلس كنا نذهب، كنت أروح لكل السفراء وأعرض عليهم وأحكي لهم ما هو هذا القرار وماذا ما فائدته. يعني اللي كان عارض باستمرار هو الليبي، وما تبقى الكل كان يوافق. فالجامعة العربية حقيقة لحتى الآن لا تقوم بواجبها. تراها أخطأت بتجنيد عضوية سوريا؟ طبعا ما كانش لازم، يعني طردت سوريا، ما فيش حد اللي تتفاوض معه. وزير خارجية قطر في حينه يعني كان يذهب إلى دمشق ويهدد الرئيس الأسد طبعا، فالرئيس الأسد يرفض أي يعني. طب الخطوة دي مش ممكن استدراكها؟ يعني عودت يعني متأخر. أنا بتهيألي الآن متأخر، لأنه الآن تدخلت إيران وتوغلت إيران في داخل سوريا، حزب الله في سوريا، روسيا في سوريا. أنا لا أعتقد يعني بشكل أو بآخر. هل ترك العرب الساحة لقوة أخرى تتدخل؟ صحيح، أعطوها الفرصة، أعطوها الفرصة التدخل، وأصبحنا أمام أمر واقع في العديد من الملفات. إحنا أصبحنا حقيقة مهمتنا صعبة لكن مش مستحيلة. لهذا السبب بقول من يعيد لنا كرامتنا هو اتفاق مصري سعودي، لأن السعودية هي تضم الخليج، معظم الخليج. ومصر حقيقة لها مؤيدين، وفي نفس الوقت المصري مقبول عند كل الشعوب العربية. خلينا نتكلم بشكل أكثر تحديدا عن الأزمة السورية أو القضية السورية. يمكن متفاوتة المواقف ما بين دول العربية في حل هذه الأزمة، مصر مع عدم التفتيت للأراضي السورية، مع وحدة سوريا، مع الحلول السياسية في وقت تحدثت فيه المملكة بشكل أو بآخر عن دخولها في تحالف دولي مع الولايات المتحدة، وربما تسليح للمعارضة التي كانت تسميها بالمعتدلة. في نفس ذات الوقت أصبحنا الآن أمام موقف روسي متدخل بضربات جوية وواضحة بتحديد بؤر للإرهابيين في سوريا، والحل يعقب هذا بحلول سياسية أيضا واردة في هذه المرحلة. فكرة المواقف العربية المشتركة كيف تتحقق إذا ما أخذنا سوريا كمثل ما بين دول عربية ودول عظمى تدخلت بالفعل لحلها مع اختلاف الحلول الخارجية لكل يعني إحنا نحن نريد الآن على الأقل يعني أن نتلاشى أو نقلل ما أمكن من الأضرار الحاصلة. يعني إيران الآن لا يمكن أن تخرج، أصبحت جزء لا يتجزأ من المشكلة السورية، وأصبحت في التحالف الرباعي فعليا، وأصبحت في تحالف روسي نعم. عراقي سوري وحزب الله، وطبعا يعني فأصبح هذا. وفي نفس الوقت عملية تنسيق وتبادل معلومات أمنية وسياسية وعسكرية، يعني فبالتالي الموضوع السوري خرج من أيادي العرب طبعا. هل الكل يريد لهذه المشكلة أن يتم حلها حل سياسي؟
ونتمنى أن يكون حل سياسي، لكن يصروا على بقاء الأسد. الأسد لا يمكن أن يبقى ويكون في هناك 250 ألف قتيل في سوريا، وفي في نص الشعب السوري مهجر إما في الداخل أو الخارج يعني. ف ومع هذا تترك الأمور للشعب السوري، بس كيف الشعب السوري يريد أن يقول كلمته في ظل هذه الأجواء اللي موجود فيها داعش، وموجود فيها القاعدة، وموجود فيها النصرة، وموجود فيها جيش الحر في أكثر من 70 فصيل الآن اللي هم بيحاربوا على الأرض السورية. ولهذا السبب بقول المشكلة السورية احنا تركناها، والسبب في هذا الموضوع من البداية حينما جمدنا أو طردنا نسميها زي ما نسميها عضوية سوريا، وما وجدناش جهة اللي نتفاوض معها من أجل حل، إيجاد حل والتفاوض بشكل دبلوماسي وبشكل سياسي. أنا ما بصير، لكن أصبحنا أمام أمر واقع للتعامل. راحت سوريا، يعني سوريا في التعامل راحت سوريا، الآن سوريا محتلة. لكن برضو أبقى الملف السوري كاشف لحقيقة الوضع العربي، أنه ما فيش تقارب حقيقي. يعني دولتين لحضرتك بتبني عليهم وبتأمل فكرة التقارب ما بينهم مصر والسعودية، وجهة نظرهم متباينتان تجاه الموقف السوري. يعني لازم يكون في تواصل أكثر. يعني ما لا نبعد عن بعض، لأنه بعدنا عن بعض بالعكس يعني يضر الكل. ولهذا السبب يجب أن يكون في تواصل دبلوماسي، حتى لو كان يجب أن تكون الاستراتيجية واحدة لكن التكتيك مختلف. ولهذا السبب القادر الآن على لملمة، يعني ما يمكن لملمته في البيت العربي، هما دولتان السعودية ومصر. ولهذا السبب مطلوب من الدبلوماسيتين السعودية والمصرية أن يتواصلا أكثر ويبحثا أكثر، لأنه بالأخير زي ما نقول الهدف واحد، خليه يكون التكتيك مختلف إنما الهدف واحد. يجب أن لكن واقع الحال بيقول يا دكتور عمر فيما يتعلق حتى بالموقف السوري، حقيقة هذا التقارب بين مصر والسعودية، هل الموقف السوري فرق أو باعد بين يعني مصر والسعودية بشكل أو بآخر؟ الموقف المصري محق فيه إنه هذا حل سوري، ويجب حقيقة الشعب السوري يقرر مصيره. إنما ما لازم نسمح أو نأيد التدخل الروسي. لا، هي الخصوصية أو نقطة الخلاف فيما يتعلق بالرئيس السوري. مصر لم تذكر من قريب أو من بعيد فكرة تغييب الأسد أو استبعاد الأسد، هي تؤكد دائما على وحدة الأراضي السورية، بينما السعودية تتحدث صراحة أنه لا مستقبل لبشار الأسد في سوريا. برضو هذا قابل للنقاش. يعني مصر بدبلوماسيتها، مصر مدرسة، الدبلوماسية المصرية هي مدرسة تستطيع حقيقة أن تبين من خلال يعني لقاءات مصرية سعودية، تستطيع أن تبين أنه إحنا لا نستطيع أن نيجي نقول والله لا نريد الأسد، والأسد موجود، اللي قرروا الآن اللي قرروا الشعب السوري. نعم. يعني تستطيع مصر بتوجهها، إنما ما تكون هذه نقطة خلاف فيما بين مصر وفيما بين السعودية، وبالتالي مصر والخليج. يعني طبعا الخليج لن يستغني عن مصر، مصر بالنسبة للخليج هي يعني شيء أساسي في العلاقة وفي مستقبل أصلا. ومؤخرا مصر برهنت على فكرة كده الرئيس السيسي مسألة فركة الكعب، يعني في كل خطاباته وفي كل يعني التواجد حتى في اليمن كان موجود لضبط المسألة بشكل أو بآخر في سياق عربي إلى آخر ده كله. يعني مصر قدمت ما يثبت ذلك، أنه يعني أمن الخليج العربي متعلق ومرتبط بالأمن القومي. يعني مصر واضح تماما أنه تقف إلى جانب الخليج، والخليج واضح تماما أنه وقف ويقف إلى جانب مصر، ويجب ونريد لهذين الموقفين أن يبقيا حقيقة وفعلا لإعطاء أمل لأمتنا ولشعوبنا، أنه الآن إحنا يعني في هناك ناس اللي يستطيعوا في قادي، اللي يستطيعوا حقيقة أن يعيدوا اللحمة الوطنية واللحمة القومية إن شاء الله. طيب، فكرة خطوط التلاقي المختلفة ما بين سواء مواقف عربية أو حتى المواقف الدولية، نحن أمام تباين في وجهات النظر ما بين تدخل روسي إيراني عراقي سوري لمحاربة الإرهاب في سوريا، وبين مواقف الولايات المتحدة الأمريكية وربما الغرب الذي يأخذ مواقف أكثر لينا. اليوم في خضم المباحثات الواضحة ما بين علاقات مصرية فرنسية مشتركة، كان في سؤال واضح أو تصريح واضح من رئيس الوزراء الفرنسي حول
إمكانية وجود حكومة انتقالية في سوريا، والحلول السياسية أيضا تظل مفتوحة أو مطروحة، وحوار مع روسيا في نفس ذات الوقت. لكن في إشارة سريعة لعدم الرغبة في وجود الأسد، هي الأخرى تتحدث من نفس المنطلق. مواقف أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية في جانب، ومواقف أخرى متحالفة بتحارب الإرهاب في سوريا بشكل خاص، هل أصبحنا أمام حالة من المبارزة؟ وأي الأطراف التي سيكون لها الغلبة في مواقفها لحل هذه الأزمة؟ يعني الكل غير مواقفه بالنسبة لسوريا بعد دخول روسيا في هذه العملية اللي قامت فيها. يعني أصبح الآن الحوار الروسي الأمريكي كيف ما يكونش في تصادم في العمليات العسكرية في الأجواء السورية. بالنسبة لفرنسا برضو كل يوم في تصريح وكل يوم في هناك كلام. أنا بقول ما لازم مطلقا إلا أن نقرر نحن العرب كيف يمكن لهذه المشكلة أن تتم ضمن البيت العربي أو ضمن المؤسسات العربية أو ضمن دول عربية محددة. هل نستطيع فعل هذه الخطوة؟ نستطيع، احنا عنا يعني نحن أقوياء، لكن للأسف الشديد يعني غير قادرين أن نستثمر. كيف تتوقف هذه الضربات الدولية مثلا؟ الضربات الموجودة الآن مع العراق وسوريا كدول عربية. الكل هذه قصة داعش، أنا أعتبر يعني لا يمكن 61 دولة من التحالف صلهم الآن أكثر من سنة يضربوا داعش، هذا عبارة عن عصابات تظهر بالليل وتختفي في النهار، يعني لا يمكن، هذه أضحوكة. أي ما كانت المسميات، داعش، جبهة نصرة، فجر ليبيا إذا ما تحدثنا عن ليبيا أو المشرق العرب موجود أو المغرب العربي عفوا، يعني كل هذه الأمور أيا ما كانت مسمياتها أو أيا ما كانت هذه العناصر الإرهابية تتسطر تحت تنظيمات معينة، كيفية المحاربة بشكل عام؟ أصبح الوطن العربي مهدد، كلها موجودة. في بعض دول زي إيران لا تريد لهذه المشكلة أن تحل مطلقا، لأنه هذه بالنسبة إلها يعني تعزز مكانتها في سوريا وتعزز مكانتها في لبنان وتعزز مكانتها في العراق. ولهذا السبب يعني نريد أن نعرف هل صحيح هذه داعش بهذه القوة؟ لا يمكن أن تكون بهذه القوة لتحاربها 61 دولة، والآن أجت روسيا، واليوم طبعا كل يوم بيجي بيقول لك 65 طلع على داعش وعلى، لكن هم بيضربوا المعارضة. يعني كل ضربات الآن روسيا تأتي على المعارضة. يعني سوريا تفككت وسوريا دمرت، سوريا أصبحت حقيقة يعني في أيدي طغاة وأيدي ناس لا نستطيع حقيقة إلا أن نطلق عليهم، لا يرغبوا مطلقا في أن تحل هذه المشكلة. يعني للأسف الشديد عودة إلى بدء في ختام هذا الحوار، حضرتك في سياق كلماتك الأخيرة أشرت لأننا أقوياء، نعم، وضع حضرتك متفائل ب يعني حالتنا الان، نعم، رغم كل التحديات و يعني الارض غير مستقره في عدد كبير من الدول العربيه، الا انك برضو ترى انه يبقى العرب اقوياء. نعم، تحديات كبيره. صحيح، حضرتك شايف ازاي هذه القوه وازاي كبيرة يمكن ان تتحول لفكره التضامن العربي؟ نعم، ننشدها. التحديات كبيره لا شك، الإرهاب موجود، الطائفية موجودة، عملية السلام حقيقة متوقفة، كلها يعني. لكن أنا لما أقول نحن أقوياء كثروة بشرية، بصراحة عنا ثروة بشرية رائعة، عنا النفط، عنا الغاز، عنا البحار، عنا الأنهار، عنا الزراعة، عنا الصناعة، عنا العقول بصراحة. فنم الكلام ده حفظناه منذ كنا صغارا في المراحل الابتدائيه، نفس الكلام ده نردده من سنين، لكن لم يخرج بشيء ملموس. الان لسان حالنا، هذه الجمله التي كررها شخص ما في الثوره التونسيه، لقد هرمنا. احنا يعني من البدايه كما قلت املنا في الدول الكبيره اللي الان بدات الطريق حقيقه في اصلاح الموقف، مصر والسعوديه. نريد لمصر والسعودية أن يقودوا القاطرة العربية. وهل تستطيع في هذه الحالة التغلب على التدخل في الشؤون الإقليمية أو الشؤون الداخلية العربية؟ أتحدث يعني عن إيران وتركيا تحديدا، نعم، في أن واحد على الرغم من اختلافاتهم. يمكن حتى تركيا عندها مشاكلها الآن، وبتهيألي يعني بدأت تبتعد حقيقة عن الساحة. بالنسبة لإيران، لا، إيران تتدخل
ونريد أن نوقف إيران عند حد تدخل في البحرين، تدخل حقيقة في اليمن، تدخل في سوريا، منع لبنان من انتخاب رئيس سنة ونص الآن، كل هذه الأمور إيران تتدخل. نريد حقيقة أن نوقف تدخل إيران. في نفس الوقت عملية السلام يجب أن تعود، إذا كان في هناك يعني نحط إسرائيل على المحك، مشان لأنه هي تخلق مشاكل للجميع في هذا العمل اللي تقوم فيه. الأقصى حقيقة هذا يعني الآن يحرك مشاعر أكثر من يعني بليونين مسلم موجودين على الساحة، يعني فبالتالي يعني اللي احنا بنقوله في يتعلق في هذا الموضوع بذات، نحن احنا أقوياء، تحديات كبيرة، لكن الأمل كبير كمان في قياداتنا اللي احنا ذكرناها. يعني ان شاء الله نتمنى ذلك دكتور، وسعدنا بوجود حضرتك معنا في هذه الفقرة الحوارية. دكتور عمر الحسن، رئيس مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية بلندن، وسفير الجامعة العربية سابقا بلندن، شكرا جزيلا لك. يا مرحبا. شكرا يا مرحبا. مشاهدينا الكرام، انتهت هذه الوقفة الحوارية الأولى. في الوقفة الثانية نتحدث عن الانتخابات النيابية، انتخابات مجلس النواب المصري، مراحل مستمرة تسير عليها هذه الانتخابات، استعدادات على قدم وساق من الناحية الأمنية، وأيضا ربما استعدادات للتوعية بالنسبة للناخب وما سيقوم به في لجان الانتخابات.